اتكلمت دلوقتي على المضاعفات. تمام. ايه هي اشهر المضاعفات وازاي الواحد يقي نفسه منها؟ تمام، سؤال كويس جدا وحابين نوضحه للساده المشاهدين. في عندك طبعا مريض السكر بيجي بمضاعفات على المدى القريب ومضاعفات على المدى البعيد. المضاعفات اللي على المدى القريب يعني العيان مثلا بيشتكي من عدوى متكرره في الجلد، يجي في بعض الاوقات بخراج، بيدمل، يروح ويجي تاني، يروح ما يعرفش سببه ايه، هو يتكون معاه خراريج ودمامل، حاجات جلديه، امراض جلديه، امراض جلديه، تاخر التئام الجروح، تباطؤ في التئام الجروح، تمام، الهرش الشديد المستمر من غير سبب، ما يبقاش عارف سبب الهرش ايه، تمام. دي مضاعفات على المدى القريب. ازاي بقى يقي نفسه منها؟ لا، ما انا لسه عايز اوضح لحضرتك برضو ان فيه مضاعفات على المدى القريب وخطيره جدا، اشهرها طبعا غيبوبات السكر سواء كان منخفض او مرتفع، واشهرهم من غيبوبه السكر المنخفض. المريض ياخد العلاج وما ياكلش كويس، او ياخد العلاج ويعمل مجهود شديد فيدخل بعد كده في غيبوبه السكر المنخفض. تمام، غيبوبه السكر المنخفض حابب اوضح الاعراض بتاعتها عشان لو حد من اهالينا طبعا اتعرض لها يعرف ياكل نفسه منها ازاي. يصاب بصداع شديد مستمر، يصاب بجوع شديد مفاجئ، يعني يحس ان هو جعان فجاه، يصاب بخفقان وسرعه في ضربات القلب، عرق شديد بارد، تحس ان هو عرقان كانك مثلا مغطسه في برميل ومطلعه منه، تحس ان هو عرقان خالص يعني. دي كلها المضاعفات. دي العلامات اللي بتاكد ان السكر منخفض في الدم. يكون عنده قلق وعصبيه وهيجان عصبي ومتوتر، ويعني تبقى حالته مزريه خالص يعني. فيلجا طبعا لتحليل السكر العشوائي. ياخد نقطه دم ويحللها على الشريط ويشوف. في هذه الحاله هيلاقيها اقل من 70. تمام؟ الوقايه منها طبعا مهمة جدا، وعشان ما تدخلش في المضاعفات بعد كده، لأن هي خطيرة. غيبوبة السكر المنخفض أخطر من غيبوبة السكر المرتفع. تمام؟ يعني حضرتك عايز توضح إن السكر بتيجي غيبوبة لما يكون السكر عالي جدا ولما يكون منخفض. دي حقيقة. أما في الانخفاض، الغيبوبة بتاع الانخفاض هي أخطر بكتير، هي أخطر جدا من المرتفع. من المرتفع. تمام. فطبعا المريض هيلاقي كده السكر منخفض، هياخد 15 جرام من الكربوهيدرات أو الجلوكوز. تمام؟ هياخد 15 جرام، يعني هنوضحهم ازاي. هياخد معلقه اكل كبيره ويدوبها في كوبايه ميه ويشربها، معلقه اكل يحتوي على سكر ويقلبها في الكوبايه ويشربها، او ياخد مثلا كوب صغير من عصير الفواكه. تمام، او ياخد الملصق اللي بيكون موجود في الصيدليات اسمه ملصق الجلوكوز، ده برضه بيكون عباره عن 15، بس يتاكد ان الجرعه المكتوبه على الملصق يعني سليمه.